هودني وخدني على قد عقلي. بنت عقلك كبير قوي يا روزة، واني متأكد ان في حدوتة كبيرة قوي ورا موضوع نسيب البيت ده. معلش والنبي، احنا لينا قرايب من بعيد ساكنين في المنظرة، عندهم اوضتين فاضيين فوق السطح، نأجر ولما ربنا يسهل نبقى نشوف لنا مطرح تاني. لا اني مش هنمشي وراكي على غماية دلوقتي حالا. ايه الحكاية؟ عرفوا طريقك وهياخدوك مني. هما مين دول؟ اهل ابوك. اهل ابوك؟ ايوه اهل ابوك. كانوا فين اهل ابويا دول؟ كانوا مهاجرين ورجعوا ولا كانوا مسجونين وطلعوا؟ انا بتكلم جد. جد ايه يما؟ انت مش فاكره لما قلتي وانا في ابتدائي لما كانوا العيال كانوا متدبقني في الراحه والجاي وجيت لك اعيط؟ مش فاكره قلت لي ايه؟ انا مش عاوز اروح المدرسه. ليه يا ولد؟ العيال لسه بيضربوك ولا قبلة الحساب لسه مستقصداك؟ لا، العيال في الفسحه بيتلموا عليا وبيقولوا لي انت من غير اب ولا ام، وخالتك رزقه لاقياك قدام باب جامع. لا يا حبيبي ما تصدقهمش، دول كدابين. انت اسم ابوك مكتوب في شهاده ميلادك ومكتوب على كتبك وكراريسك. امال هو فين بس؟ هو ربنا اختاره فوق عنده في الجنه. وكبرت شويه فهمت، سالتك طب ابويا مات فين عمامي وعماتي؟ قلت يا ابوك طب على اسكندريه مقطوع من سجره لا نعرف له اهل ولا قرايب. ماني ما كنتش نقدر نقول لك الحقيقه، اني كنت خايفه عليك بدل ما تبقى مرعوب كده وتمشي تتلفت حوالين نفسك. وحقيقتي دي بقى اللي هتعمل فيها كده دلوقتي؟ يعني هنقدر نقول لك ابوك كان جاي هربان من بلدهم. بلدهم دي جرجه في الصعيد الجواني، كان جاي هربان من طار. ابوه اللي هو جدك كان قتل واحد من عيله تانية واتحبس، مات بقى في الحبس قبل ما يوفي المده. عيله القتيل لازم تاخد بالطار. الدور جه على ابوك، يعمل ايه ابوك؟ هرب من بلدهم وجه على اسكندريه، شاف امك في السياله وقع في غرامها اتجوزها. بس الطار لازم يتاخد منك انت. ليه؟ لان ابوك مات. مات ازاي؟ وقعت عليه صحارة وهو بيشتغل على التل في المينا وحصلته امك. لما وقع عليها حمادة سالم الله يسامحه وفطصها. اسم الله عليك، ما انت عارف اهو. عارف ايه ياما؟ انت اللي طلع عليك تسيب السيالة ونعزل من البيت ده واهل ابوك جايين ياخدوك مني. انا مش فاهم ياخدوك يعني ايه؟ يعني يقتلوك يا ولد. ايه؟ يقتلوني؟ ازاي؟ وهيقتلوه منين اذا كان جري ورا ابويا الفتره دي كلها وما عرفوش يجيبوه؟ عسليه الفقر شافهم بعينيه الاثنين وسالوا عني وعنك. انت بتتكلمي جد يا امه؟ الحاجات دي فيها هزار يا ولا. يا قوه الله، يعني انا ابويا صعيدي وكان عليه طر، ولما مات لازم ياخدوا بالطر منك انت، عويدهم كده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر على من طغى وتجبر. ملك يا ولد، عايز نطلع مندل جامع سيدي المرسي للدنيا؟ بقاني لسه بنخطي وبنقول يا هادي في اول طريق العمر، نلاقي الخطوه الجايه اخره خطوه الوداع. مش الوداع يا دنيا الهنا، الوداع يا حب يا احلام. تعال يا ولا اقعد هنا ندلك الاذان الشرعي. سيبيني يما، سيبيني في حالي يما، انا عايز نقضي اخر ساعات في حياتي وانا فرحان وبنغني. سو يا سو حبيبي ذبحوا، سو يا سو حبيبي ذبحوا، حبيبي ابويا سعيدي في دار جاينا وحيدي، حبيبي ابويا سعيدي في دار جاينا وحيدي. انت بتهزر بقى يا نوم؟ بنهزر ايه ياما؟ انت لسه بلسانك قايله دلوقتي عن الحكايه المقدمه دي ما فيهاش هزار، ده لسه قاتلين 22 بني ادم في ايطاليا واحده في بيت علام بسبب الطار. يا ولا ما احنا هنهرب مش هيحصلونا. ملحقناش وصلوا.